أستاذ راشد، لو العلاقة يعني باظت بين مصر والكويت، مين اللي هيبقى خسران تفتكر؟ الوطن العربي كله. ده أنا توقعت هتقول لي مثلا الطرفين بس، لا الوطن لا، العربي كله. الوطن العربي إيه كله، بعدك في الإجابة دي يا أستاذ راشد؟ لأن لو مصر راحت إحنا نروح، كل الوطن العربي يروح. بس طيب ايه، قول لي ايه الاخبار القضيه، يعني خط سير القضيه والله ايه؟ الحين القضية إن شاء الله، إن شاء الله هو إعدام، إعدام إن شاء الله يعني، ان شاء يعني الله لأن هذا ارتكب جريمة. ان شاء الله الجيني ياخد عقابه نعم ان شاء نعم الله. نعم نعم لأن هي القضية يعني قتل مع سبق إصرار وترس، يعني هو جايبهم، هذه غير عن هذه، هذه خناقة حصلت دي فرد وده فرد، هذه خناقة ودي جريمة. ايوه يعني لازم الناس يعني تدير بالها من هالكلمة، يعني هذه دي خناقة ودي جريمة. ايوه فالحمد لله ان شاء الله، ان شاء الله الحين القضاء. انه يعني انت حضرتك عايز يعني تقصد تقول انه الجاني مبيت النية. ايوه مبيت النية، وانا اطلب ان شاء وده الله، وده يعني انه مع سبق الاصرار والترصد. نعم نعم واتمنى من القضاء ان شاء الله انه يعني يسرع بالحكم ان شاء الله. تأكد تماما ان القضاء المصري قضاء نزيه. بالعكس انا آمن, امن 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 بالعكس امن امن ان القضاء نزيه جدا ان شاء الله، جدا ان شاء الله يا رب.